ونبقى مع الأجواء الرمضانية، حيث أقام عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال غبقة رمضانية مساء الاثنين حضرها عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، وأشار خلالها لذكرى العمل الإرهابي بتفجير مسجد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، مستذكرا تلاحم الشعب الكويتي خلال الحادثة الأليمة. بمناسبة حلول الشهر الفضيل رمضان المبارك، أقام عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال غبقة رمضانية مساء أمس حضرها عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية، وأشار الدكتور حسن كمال إلى ذكرى السنوية الأولى للعمل الإرهابي بتفجير مسجد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، مستذكرا تلاحم الشعب الكويتي خلال الحادثة الأليمة، بداية من صاحب السمو أمير البلاد إلى كل أطياف الشعب الكويتي في لم الشمل والتنديد بهذا العمل الإرهابي الذي أصاب الكويت بهزة قوية. ودعا الدكتور حسن الله عز وجل أن يحمي الكويت وأهلها من كل مكروه. نسأل الله عز وجل أيضا بأن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء، ونتمنى أيضا بأن يسود الأمن والأمان ديرتنا الحبيبة ويجمع أهل الكويت دائما ويلم شملهم على مدى السنوات القادمة. وأعتقد هذه رسالة لأهل الكويت بأن لابد أن يتحدوا في جميع الظروف، وأن الكويت باقية بوجود أهلها وبتلاحم أهلها بشكل رئيسي.